قد ما يعطينا ربي من عمر أخدم بيت الله. 23 عاماً وعينا هذا المراقب تحرس أبواب الحرم المكي. طبعاً الحمد لله أنه ربي أعطانا هذا العمر وخدمنا ببيت الله. 23 سنة قضيتها في الأبواب فقط وليس في أي إدارة ثانية، في الأبواب. عملنا على الطبيعة طبعاً أنه التفتيش على الأشياء الممنوعة. بين جنبات أبواب الحرم المكي يقف محمد عبده غالباً لساعات طويلة دون الجلوس أو الإفطار مع الصائمين لما تتطلبه مهام عمله اليومية. تفوتني وجبة الإفطار، تفوتني فعلاً وجبة الإفطار، فأضطر أني بالنسبة للفطار أني أفطر بعد ما الناس تدخل وتفطر، والناس بتصلي من حوالي، من يميني ويساري ومن خلفي وأمامي، أني أبغى أصلي معاهم، ولكن ظروف عملي تحتمني على هذا الشيء، وأنا لي الشرف بهذا الشيء أني أوقف والناس بتصلي، وأنا بعد الله سبحانه وتعالى بكون متواجد في حراستهم بعد الله سبحانه وتعالى. 50,000 ساعة عمل قضاها العم محمد متنقلا بين 200 باب داخل المسجد الحرام وساحاته لخدمة الزوار من شتى بقاع الأرض. مش أنصح عيالي بس، أنا أنصح كل واحد محب لبيت الله سبحانه وتعالى، وأنا أقولها ولي الفخر ولي الشرف بالعمل في بيت الله سبحانه وتعالى. وأنا لو أنا بأيدي جميع أسرتي أو أولادي أخليهم يشتغلون ورايا إن شاء الله بإذن الله. من الحرم المكي، سلطان السلمي، العربية.